أهلا بحضراتكم مشاهدينا في فقرة جديدة من طبيب البلد. السمنة بالتأكيد هو ناقوس خطر بيدق على باب كل حد عنده مشكلة دي. النهاردة هنتكلم عن تأثير الأمراض المزمنة واللي بيكون السبب الرئيسي فيها مرض السمنة. السمنة أكيد مش مشكلة طبية، يعني عوامل خطر بتاعتها هي كتيرة وعديدة، زي مثلا أمراض أشهرها أمراض السكري والقلب والضغط والكوليسترول والأمراض المزمنة اللي بيكون في الحقيقة صعب جدا لما بتيجي الشخص ما بيكونش بسهولة أنه هو بيقدر يتعايش معها. النهاردة هنعرف مع حضراتكم تفاصيل أكتر إيه علاقة السمنة بالأمراض المزمنة وإزاي أقدر أقضي على الموضوع ده بشكل كبير. معايا النهارده منوراني في طبيب البلد دكتور ساره المهدي، خبيره التغذيه العلاجيه والعنايه بالبشره والشعر. اهلا بيكي يا دكتور. اهلا وسهلا بيكي. نورانا. عايزه ابدا معاكي في البدايه، امتى ممكن يوصل مرحله ان انا ادخل في امراض مزمنه لو انا عندي سمنه؟ ايه الوزن او ايه الخطر اللي ممكن يجي لي لو قلت بقى انا هبدا اخش في امراض صعبه بسبب مرض السمنه؟ سؤال حلو جدا، وده تقريبا بيبقى مور بروفيشنال اكتر، ان هو الدكتور اللي بيحسب حاجه اسمها الماس بودي اندكس اللي هي الام بي اي. فانا بجيب الطول على الوزن وبشوف مؤشر كتله الجسم بالظبط، بشوف البرسنت. لو اقل من 20% فانا تمام كده واندر ويت كمان، ونبتدي ان احنا نمانج الويت كويس جدا. من 20 ل 25 انا حاجه اسمها اوفر ويت، زياده في الوزن. اكتر من 25 او 30 لما تكون البرسنت دي او النسبه دي كبيره، يبقى انا كده في ناقوس الاوبيزيتي اللي هي السمنه. اكتر من كده بقى خلاص، ده انا سمنه مفطر، هي بتيجي لغايه ان انا ايه ما اقدرش اتحرك. انت عارفه ان في ناس ما بتقدرش تتحرك خالص، بتبقى قاعده، بس هي قاعده نتيجه الويت، الكتله الدهنيه اكبر والعضليه اكبر من ان هي تبقى بالنسبه للكارتليج الجوينتس او المفاصل او الركبه تقدر تشيل الحجم ده. ممكن يحصل حاجه اسمها فراكتشرز. فراكتشرز هي كسور في العظام نتيجه زياده الوزن. يوصل للمرحله دي طبعا. وكمان ده غير بقى الكسور اللي هي ان مش هنقول اوفر ويت، الاوبيزيتي هي في مشكله فعلا كبيره نتيجه زياده الترايجليسرايد والكوليسترول. المادتين دول في حاجه اسمها في الليفر في انزيمات الكبد اتش دي ال والال دي ال. الاتش دي ال ده الهايلي ريسك، او هو اكتر الانزيمات اللي بتبين ان انا في خطر زياده الترايجليسرايد. الال دي ال لازم يبقى هو قليل، يبقى انا كده الخطوره عندي تفضل قليله. لما بيجي يزيد ال HDL يبقى انا كده جسمي تمام، انا كده في النورمال وفي الصح وفي الهيلثي ستيت. مشكله الترايجليسرايد دي هي بتدي تخرج على حاجه بقى، اول حاجه الهايبرتنشن اللي هو مرض ارتفاع ضغط الدم نتيجه ان الاوعيه الدمويه بتكون كونستريكتد قوي، بتكون ضيقه جدا، فضغط الدم فيها وتدفق الدم بيكون سريع جدا، فده اللي بيزود البلس وبيبتدي يزود الضغط. ننقل بقى من الضغط هيجي تصلب الشرايين. الهارت اتاك بقى والهارت فيلير، ان عضله القلب مش قادره، هي الاوعيه مش مساعداها على ضخ الدم. ابتدي القلب يتاثر، الكبد كمان نتيجه الاتش دي ال والال دي ال واللخبطه هيتاثر طبعا. نبتدي بقى وفي ناس كمان بيحصل لها حاجه اسمها الفات سيلز او الفات تيشوز ان سي ان اس، يعني ممكن يحصل تكيسات دهنيه في المخ. فنخش بقى في التجلطات. وبقى ممكن نخش كمان بعد كده نتيجه الكونستراكشن الكتير او ارتفاع ضغط الدم الكبير في نزيف المخ، وده اسوأ انواع ارتفاع ضغط الدم اللي بيسببه كحاجه سايد افكت او اثر جانبي، هو زياده ضغط الدم لما يؤدي لنزيف المخ، ويكاد ان يكون يجي بقى يضرب على حسب المركز اللي بيضربه. في ناس بيضرب عندها الجذع ده كان كده عارفه الكمبيوتر فرمطيه وبهدلت السيستم بتاعه، فبقى بدل الاي بي والسي دي، ودي للاسف حاجات احنا ما نقدرش دلوقتي ما بنعالجهاش. النزيف والجلطات والتدخل المخ بيبقى صعب جدا، بتبقى حاجات عارفه ان هي مساعده. وكل ده ما توصلش للمرحله دي، لانك كل لو ده بسبب وصلت ايه؟ سمنه بالتأكيد. هقول لك على حاجه، احنا ما كنا بندرس في طب زمان كنا بنعرف ايه هو الديزيز المرض، بنقول ايه الكوزز، ايه الدياجنوزز، البروجنوزز، التريتمنت اللي هو ايه اسبابه، ايه هي البروجنوزز اللي هو تشخيصه، ايه الحاجات اللي بتظهر الفيزيكال، طب الدكتور بيكشف ازاي، لغايه التريتمنت اللي هو الكيور او اللي هو العلاج. كل مرض كنا بنذاكره بنقول اول حاجه فيه الكوزز اوبيزيتي. كل امراض المخ والاعصاب والعلاقه بالكبد والقلب اوبيزيتي. فاكتشفنا احنا بقى خدنا مرض الاوبيزيتي مكتوب ان هو 80%
من مسببات الأمراض هي السمنة. السمنة المفرطة يعني بتوضيح كده بسيط جدا هو السبب الرئيسي في كل الأمراض سواء المزمنة أو غير مزمنة، لأن هي طبعا بطبيعة الحال أنت بتاكل أكل غير صحي وبالتالي أنت بينتج عنه كثير من الأمراض غير التقل اللي بيتحمله جسمك من كل بقى وظائفه. مهم جدا أن احنا نقول أن نبدأ الطريق منين. الطريق الناس اللي عندها سمنة أو سمنة مفرطة وبنتكلم عن الأوبازيتي أو غيره من حتى سمنة متقلة على العظام ممكن تكون سبب في أمراض كتير، الطريق بقى نروح فين يا دكتور؟ أول حاجة هي بتحس إن هي زايدة في الوزن، ده الفيزيكال بروجنوزز، إن أنا زايدة في الوزن، مش قادرة أمشي، مش قادرة أتحرك، مش قادرة تساعد في أعمال البيت اللي بتعملها، مش قادرة تشوف مصالح ولادها لو هي بتشتغل، أنا قللت الحركة. نفسياً الديبريشن بيبتدي يجي صحيح. لان طبعا كل ايفنت بتنزل تنقي الهدوم اللي هي الفيتنج روم اللي بيكرهوها صحيح. وهم داخلين أيوه. مش لاقيه اللبس المناسب ليها، انت صحيح. خلاص عرفتي ان انت كده عندك زياده في الوزن وداخله في سمنه مفرطه، او لو انت سمنه مفرطه انا مش محتاجه ان اقول انت خلاص عارفه شكل جسمك بقى سمنه مفرطه. طيب اول حاجه ايه؟ اتجه لعلاجات ومساعدات. انا لازم امشي على كورس ليه بقى بالذات السمنه المفرطه؟ ايه دايما السايكولوجي بتاعتهم هو بياكل سكريات كتير جدا، فاول حاجه بيقولها لي المريض او المريضه تقول لي بصي يا دكتور بس اهم حاجه انا بحب السكريات جدا وما تمنعنيش عنها. بحب النشويات جدا ما تمنعنيش عن الرز والمكرونه والعيش. انا كارهه يعني هنزل قد ايه؟ يا دكتور ده انا عايزه 25 كيلو. الكلام ده كله لازم يبقى في حاجه معايا بتساعد. باتجه للكورس بتاعي، الكورس العلاجي بتاعي مده 3 شهور. اول 3 ميزات فيه قبل ما اتكلم عن اي برودكتس، هم الناس اللي متابعيني وعارفيني وعارفين دكتوره سلمى، انا ما بتكلمش غير على منتجات حاصله على ترخيص هيئه الدواء المصريه او هيئه سلامه الغذاء، عشان انا اكون كدكتوره مطمنه ان انا مش باذي حد طبعا. مطمنه ان المواد الفعاله اللي موجوده على العبوه هي موجوده فعلا في الكبسوله اللي انا باخدها كويس، مطمنه ان هو مجرب على عدد كبير من الفولنتيرز اللي هم متطوعين، ان احنا بنروح معهد الكبد وبنروح مستشفيات كتيره جدا بنقدم جيفتس، يعني بنمشي على هدايا بندي هدايا وبناخد كيسز، احنا بناخد كيس ديت عندها كام كيلو؟ 120 كيلو. طب خلاص 3 شهور وبنبتدي نوزنها وبنتابع معاها لغايه ما نوصلها للاي يعني الويت. بتروحوا بشكل كده عشوائي بتختاروا الناس اللي عندها مشاكل بالظبط. وانا من خلال بعض الصفحات الفيسبوك كانت بتبقى اقرب، احنا اول ما نحط بوست احنا عايزين حالات نجرب عليها برودكتس جديد كذا بيجوا كتير جدا، عشان كده هتلاقي قاعده عندنا كبيره جدا في الشركه على الكورس الاناسيليوم وعلى الماجيك كويس بوكس قوي. والفينيل هتلاقي فيه ناس كتيره جدا 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 بعتها صورتها قبل وبعد، بعتها فويس ريكوردز، بعتها رسائل على الواتساب على الفيسبوك، بيكلمونا على ارقام التليفون يقولوا بجد يا دكتور ميرسي، يمكن زياده الوزن بالذات والسمنه نتائجها دي بتكون سريعه وواضحه، فمش محتاجه اقول انها بتجيب نتيجه. احنا معانا صور فعلا قبل وبعد، ومهم ان احنا نتكلم عن يعني ظهر مع حضراتكم ترخيص وزاره الصحه، ودي صور القبل وبعد، قبل يعني الخساسان او هي في مرحله السمنه، وطبعا واضح واضح الفرق كبير، 20 كيلو 85 بقت 65. لا وهي هنا تبرعت لنا بالصوره قالت لكم هصور لكم نفس الفستان، فقلت لها ده يا ريت عشان نشوف بيفورن افتر بنفس الجولري بنفس كل حاجه، قالت هصور لكم بيفورن افتر وتشوفوا كويس الفرق. جدا جدا. هي كانت ماشيه على كورس الثلاث شهور، كانت بتاخد البرودكت انا سليم والماجيك بوكس والفينيل، واخدت برضو هدايا، ويعني هو حصري النهارده في طبيب البلد، ان دايما بنقول ان الشحن مجانا والمتابعه والاستشاره مجانا كمان كويس. من خلال ارقام التليفون انا برد لما بكون موجوده دايما على الواتساب وعلى الفيسبوك. وهي خدت كورس الخصم 70%، عملنا لها كورس خاص وده برضو كويس. نفس الكلام 20 كيلو في شهرين خيلة. مدة خطيرة يعني من 90 ل 70، 70 ده إنسان طبيعي، 90 طبعا أوفر ويت، فواضح جدا مع حضراتكم. لا هو كان فرقه كمان في الطول قبل وبعد، 90 بالنسبة له كانت كبيرة جدا أوفر ويت. احنا تقريبا الرينج بتاعنا ان احنا بننزل من 2.5 كيلو ل 5 كيلو في الأسبوع أكوردينج طبعا الاستجابة، العمر، هي بنت أو ولد طفل، لأن استجابة الأطفال دايما بتبقى أعلى بسبب الميتابوليك ريت. لو ما عندهاش مشاكل في الغده، لان دايما نقص فيتامين د واضطرابات الغده اللي احنا بنقول عليها في الطب الهايبوثايروديزم بتعمل مشاكل في انقاص الوزن، فاحنا طبعا بنكنترول ده خلال الكورس، بنحافظ خلال الكورس على الفيتامينز والمعادن تكون في النورمال ستيت، تكون في المستوى الطبيعي المثالي بتاع كل يوم للفيتامينز والمعادن، عشان ما نفقدش بعدها الشعر، نظره يتساقط، نظره البشره، الضوافر. كمان نقص فيتامين د بيأثر على التمثيل الغذائي
بتعرفش تخس، بتعرفش تثبت الوزن بعدها بالظبط. طبعا 95 ل 65 30 كيلو في 3 شهور. كمان معانا من 85 ل 65 20 كيلو في شهرين، يعني متوسط تقريبا الشخص بينزل 10 كيلو في شهر. ده رقم كبير جدا، اعتقد الرقم ده ممكن تعمله العمليات الجراحيه. لكن احنا بنتكلم النهارده عن كورس ممكن ينزل 10 كيلو في شهر للناس اللي عندها اوفر ويت او الوزن زايد، فده هي. واحنا كمان دايما بنتجنب المشاكل اللي بعد العمليات. طيب اول واحده اللي هي هناخدها الصبح وبعدها 3 4 كوبايات ميه. بالزبط. في خلال قد ايه 3 4 كوبايات ميه؟ لا بعدها على طول بعد الكبسوله بعد، احنا عايزين نزود الجيلاتين. انا في ناس، انا في واحده بتقول لي يا دكتور ده انا ببقى قاعده بلتر ونص ميه وافضل كل شويه اشرب ميه، لان خلاص هي فاكره كلمه دكتوره ساره الجيلاتين، فهي بقى بتكبر الجيلاتين عشان مش عايزه تاكل. فده بالنسبه للاناسيليم. لو احنا دخلنا على جوجل هنلاقي نقول ذا بيست ترند اوف، يعني عايزين نعرف ايه هي اقوى المنتجات فعاليه في التخسيس، هتلاقي قشور الباسيليم، هتلاقي الجارسينيا كامبوجيا والسيترس فروت، يعني الثلاث مواد الفعاله دول موجودين معانا في الكورس. اللي هو بقى تاني منتج اللي هو ماجيك بوكس، هو عصايه سحريه فعلا. ماجيك بوكس هو فعلا ماجيك سحري. الكبسوله دي مكونه من قشور فاكهه المانجا، البلو بيري، كل الانواع، مش التوت البري بقى، ده كل انواع البيرز، لان الكريز والتوت البري والتوت الازرق والتوت الاحمر انواع كتير قوي للبيرز. هي مدعمه بالفيتامينز، فانا كده بحمي جسمي من فقد الفيتامينز، مضادات للاكسده فبتساعد في الحرق. كويس جدا. فيها فيتامين د عشان لو عندي نقص فيتامين د هيزود الحرق. كويس جدا. فيها منشطات للغده الدرقيه عشان لو هي هايبوثايرويدزم وباخد علاج مع دكتور الباطنه لازم كمان انشطها انا عشان ازود معدل الحرق بتاعي. كويس جدا. كل ده يعني مسببات ان الحرق بيبقى ضعيف، سواء بنتكلم غده درقيه، فيتامين د وغيره من المشاكل. طيب احنا معانا بقى ريفيو، الريفيو من المتابعات الخاصه على الواتساب، والارقام ظاهره مع حضراتكم على الشاشه. معانا اول حاجه الوزن كان قبل بالظبط 103، حاليا 88. دكتور رد حلو قوي، محتاج تخس تاني. تمام، محتاج يثبت على 80. يا سلام، حلو قوي الطلبات دي. يعني أيوة. شخص لا بيطلب، عارفه الاول طلبات انا عايزه ابقى كذا، يعني لا انا عايزه بس يا دكتور 10 كيلو، بعد كده لا انا عايزه 25، لا انا عايزه اوصل للمثالي. واحده تقول لي بص يا دكتور انا عايزه ابقى اندر ويت، انا عايزه ابقى موديل. يا ست الكل انا عيني. اعتقد كمان ده دليل ان الناس شايفه ان الموضوع سهل. يعني دلوقتي مثلا انا كنت 99 بقيت 89، كويس يعني، ويعتبر لسه كمان باقي 3 ايام على الشهر. كويس جدا. ايوه ده كل ده خلال شهر، هي لسه لازم تكمل 3 شهور. شكرا فرحتيني. معانا كمان انا كده خلصت كورس التخسيس، نزلت 15 كده هبدا تثبيت، عايزه اعرف هاخد الفينيل ازاي، والوزن 60 والطول 160. الفينيل هو للتثبيت، المنتج الثالث اللي موجود في كورس الثلاث شهور هو لتثبيت الوزن. كويس. تثبيت وانقاص. يعني انا ساعات بيجوا لي بنات هي وزنها حلو جدا ومثالي، بس مضايقينها اخر 5 6 كيلو، اللي بنقول عليها الكومبليكيتد فات تيشو، الدهون العنيدة، معقده وهي عنيده ومعقده، فهي بتبقى تحت طبقات الانسجه والجلد. طب يا دكتور اعمل ايه؟ فبمشيها على كورس الثلاث شهور، بتنزل من 10 ل 15 كيلو في الشهر، وبنثبت الوزن وبنحافظ على الفيتامينز والمعادن. الاقراص الاناسيليم والماجيك بوكس والفينيل، عليهم كريم شد الترهلات هديه، والفيتامين والاستشاره هديه، والمتابعه هديه، والشحن كمان هديه. كويس جدا. ده على كورس الثلاث شهور وخصم 70%. هايل. يعني كورس الثلاث شهور كمان عليه خصم 70%. كويس جدا. طيب الناس اللي عايزه كانت ماشيه على الكورس مده 3 شهور وبننقل على الكورس اللي بعديه، هو كورس الشهرين، وده عباره عن اقراص الاناسيليوم والماجيك بوكس، وعليها برده الفيتامينز والكريم شد الترهلات، وبرده المتابعه فري والشحن فري، وخصم 50%. حلو جدا. اللي عايز برودكت بس لمده شهر، طبعا عايز اشوف استجابه جسمي كده، عايز يخس شويه، برده بنديهم اقراص الاناسيليوم، والمتابعه برده فور فري، والاستشاره فور فري، والخصم كمان على 40% على الكورس اللي هو الشهري اللي هو شهر واحد، وكمان الشحن فري. كويس قوي. ممكن يستخدموه لمده قد ايه؟ يعني اللي عايز يخس يستخدم لمده قد ايه؟ ممكن يكرر الكورس مره ثانيه مثلا؟ طبعا احنا عندنا رحله الدهون العنيده ورحله الاوبيزيتي السمنه المفرطه من 3 ل 6 شهور، فدايما ببتدي ليهم بكورس الثلاث شهور، هو بقى بيفضل يكمل. انا في ناس بتكملها معايا سنه وسنه ونص، ليه يا بنت؟ انا بثبت يا دكتور، لا انا عايز انزل اكتر. فهي دايما بتبقى انا اكوردنج الفيزيشن ريكومنديشن اللي هو الدكتور بيقول ايه، احنا بنقول من 3 ل 6 شهور عشان ننزل زياده من
25 ل 30 كيلو. لو هو اصلا عنده السمنه اكتر من 40 50 كيلو فاحنا مضطرين نكمل. فهي صحيح. بتبقى جايه من متابعه، ملهاش اي بقى سايد افكتس، انا فضلت مكمله مفيش مشكله اطلاقا. مواد طبيعيه 100%، مش من كلام دكتور ساره المهدي، ده من كلام هيئه الدواء المصريه وزاره الصحه هيئه وسلامه الغذاء، ان ده منتج عشبي آمن تماما طبيعي من مستخلصات ومواد طبيعيه، آمن على الصحه، ما فيهوش اي مشاكل، ما فيهوش اي سايد افكت، كل الناس جميع الاعمار تاخده. لو عندي امراض مزمنه، عندي ضغط، عندي سكر، عندي مشاكل في المفاصل. انا عايزه اقول لك ان السمنه كمان بتعمل مشاكل كبيره جدا في تاكل الغضاريف، في شنط الركبه طبعا. في ناس بتغير مفصل نتيجه السمنه. ايوه طبعا طبعا، مرض خطير بالظبط. فبنقي نفسنا من مشاكل كمان ممكن تيجي. واحده تقول لي اه لا انا مريضه سمنه بس الحمد لله دكتور ربنا شفاني وعافاني ما جالكيش الامراض الثانيه. الحمد لله طبعا، بس ده من حسن حظك، لان انت لو كملتي على السمنه ما هتيجي الامراض الثانيه. يعني اي بي سي هتيجي الامراض الثانيه، ابسطها كانك مش هتعرفي تمشي، خشونه الركبه، الغضاريف، الكلام ده كله. البنت اول ما بتيجي تخس اول 5 كيلو بتقول يا دكتور انا حاسه انا بقيت فراشه. حتى لو هي لسه زايده في الوزن، بس الاحساس ان هي في كتله دهنيه نزلت. وبيفرق كمان في اللبس وفي المقاسات. يعني دايما من اول اسبوع بسمع كومنت دكتور انا نزلت 2 3 كيلو 4 كيلو، واحده ثانيه تقول لي بص انا المقاس فرق معايا 3 و4 نمر. دي من الحاجات اللي انا دايما بقول لهم لو ما فرقش معاكي في اللبس وفي المقاسات انا كسر المهدي مستعده اقول لك رجعي الكورس واديكي فلوسه من جيبي انا الشخصي. بناكد كمان مع حضراتكم مهم جدا المتابعه مع يعني خبراء التغذيه العلاجيه. ده ليه؟ لان انت مش بتنزل دهون بس، مهم ما تنزلش كتله عضليه، لان ده بيأثر جدا جدا على حياتك وعلى جسمك وعلى صحتك النفسيه. فمهم جدا واحنا بنتكلم عن الكورس ان في دكتور التغذيه العلاجيه بتتابع معاك اول باول. انا بشكرك جدا يا دكتور، نورتينا النهارده. شكرا جزيلا، استمتعت بالحديث الرائع. شكرا، ميرسي جدا. دكتور ساره المهدي خبيره التغذيه العلاجيه والعنايه بالبشره والشعر. وباكد مع حضراتكم مشاهدينا هتلاقوا كل التفاصيل الخاصه بالكورس على البيجز على الفيسبوك، وكمان الارقام اللي كانت ظاهره مع حضراتكم على الشاشه تقدروا تتابعوا، وهيرد عليكم بالتاكيد خبراء. شكرا جزيلا، ودايما معاكم بكل جديد.